أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ببرنامج الجدعان. دلوقتي أنا بكلم حضراتكم من طريق القاهرة الأسكندرية الصحراوي، وتحديدا من الكيلو 107 مدخل مراقبة الانطلاق. مراقبة الانطلاق دي منطقة زراعية فيها 16 قرية من قرى الخريجين اللي تم تسكنها في عام 1994 بشباب الخريجين وصغار المزارعين. أما زمام هذه القرى فيتجاوز 75,000 فدان تم استصلاحها بالكامل. بقول لحضراتكم بيسكن في هذه القرى حوالي 200,000 نسمة، ده بخلاف حوالي 200,000 عامل على الأقل بيجوا قرى الخريجين عشان يساعدوهم، اللي هي العمالة اليومية. المشكلة الرئيسية في النقطة 107 اللي أنا واقف فيها إن كل يوم في ناس بتموت بسبب تعدية طريق القاهرة الأسكندرية الصحراوي. لكم أن تتخيلوا حياة 16 قرية بسكانها مرتبطة بمركز وادي النطرون، لازم يروحوا، حياتهم بالكامل مرتبطة بالمركز، من هنا بتحصل كوارث تعدية الطريق، الوفيات مرتفعة بالفعل. تخيلوا حضراتكم من 1 يناير 2024 وحتى اللحظة اللي بكلم حضراتكم فيها، سجلات محافظة البحيرة رصدت 170 حالة وفاة نتيجة كوارث على طريق القاهرة الأسكندرية الصحراوي في النقطة 107، نقطة حزينة بالفعل. كل الأسر حزينة بسبب ما يحدث على طريق القاهرة الأسكندرية الصحراوي، والسبب هو عدم وجود كوبري للمشاة. 16 قرية فيها 200,000 نسمة ومفيش كوبري مشاة واحد يربطهم بالحياة. الناس بتواجه معاناة شديدة فعلا. أقرب كوبري مشاة على بعد 9 كيلو في هذا الاتجاه، وأقرب كوبري مشاة في الاتجاه المعاكس حوالي 35 كيلو، أما كوبري السيارات 15 كيلو. إذن المطلوب باختصار شديد جدا هو كوبري مشاة لإنقاذ أرواح 200,000 نسمة. يكفي 170 ضحية على طريق القاهرة الأسكندرية الصحراوي ده خلال عام 2024، يعني لو حسبنا من سنة 1994 سيصبح الرقم كارثي بالفعل. أنا بكلم حضراتكم في حوالي 7 شهور 170 ضحية. إذن علينا أن نتحرك على الفور، دماء المصريين غالية بالفعل، ومحدش يقول هنعتمد الكوبري في الميزانية القادمة. دماء المصريين تستحق خلق الميزانيات لإيجاد مثل هذا الكوبري. أنا بكلم السيد الفريق كامل الوزير، حضرتك النهاردة نائب رئيس الوزراء لشؤون الصناعة والنقل، ومنحت سلطات هائلة. من فضل حضرتك محتاجين ميزانية لإقامة كوبري للمشاة. أيضا يجب أن نخاطب السيدة جاكلين عازر محافظة البحيرة، من فضل حضرتك محتاجين البدء فورا في إنشاء كوبري المشاة في الكيلو 107، 170 ضحية في هذه النقطة الحزينة. خليكم معانا عشان نشوف فقراتنا إيه النهاردة في برنامج الجدعان.